السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن احوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا اجواء يوم العاشوراء كيف دوزناها، وتعرفوا كذلك على الاجواء والعادات والتقاليد المغربية. المهم غتشوفوا شنو كنحضروا في الغداء، وهنا احنا خارجين قلت علاش لا نصور لكم هاد الاجواء. كيف ما كتشوفوا هنا كاينين هاد الالعاب بكثره، فيما مشيتي كتلقاي الالعاب، لان احنا هنا عندنا في المغرب ضروري الوليدات صغار كيشريوا الالعاب وكيفرحوا بهم في هاد الايام تاع العاشوراء. صافي، من بعد ان شاء الله من بعد ما خرجنا وتقدينا اللوازم ديال اليوم العاشوراء، اللي منها الفواكه الجافه وكذلك هكا بعض الحلويات المغربيه. كيف ما كتشوفوا هنايا كيكون داكشي متشكل، هنايا كاين الشوكولا النوغا داكشي متشكل ومختلف، وكاين داكشي بكثره ومتنوع. نخليكم مع الفيديو تشوفوا بعض اللقطات هكا صورتهم لكم باش تعرفوا على الاجواء المغربيه الرائعه. صافي، هنا كيف ما قلت لكم من بعد ما تقدينا كل شيء، صافي هنا دابا غادي نمشيو باش نحضروا الغداء. هنا هذا هو الدجاج البلدي، ان شاء الله غادي نذبحوا هاد الديك هذا، وغادي نبداو في الرفيسه ديالتنا، الرفيسه المغربيه تقليدية ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقة ديال تحضير ديال الدجاج، التوابل ديالو، كذلك المسمن ديال الرفيسة اللي كيجي رائع منسم، ان شاء الله غتشوفوه معايا في الفيديو اللي غادي نشاركو معكم، وكذلك غتشوفوا الطريقة اللي طيبنا بها العدس وكذلك الحلبة. ان شاء الله غادي يكون فيديو خاص بالرفيسة المغربية اللي كتجي بنينة بزاف ولذيذة، ان شاء الله غادي نجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. صافي، هنا كيف ما كتشوفوا دينا في الطياب ديال الرفيسة ديالتنا، عسلنا البصلة، طيبنا العدس بوحدو، كذلك الحلبة بوحدها، وحضرنا كذلك المسمن اللي خاص بالرفيسة. هنا كيف ما كتشوفوا هذه هي، هذا هو الطبق المغربي، الرفيسة المغربية اللي كتجي رائعة وبنينة. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، هكا زيناها بالبيض السمان، وكذلك زيناها بالتمر واللوز والشريحة والقرقاع، وكذلك البرقوق مع السل، هكا زيناه بالسمسم محمر. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، والتزيين كيبقى اختياري، كل واحد كيف الطريقه ديالته ديال التزيين. صافي، هذا هو الطبق ديالنا. احنا بالنسبه اليوم يوم العاشوراء كاين اللي كيدير الكسكس، وكاين كذلك اللي كيدير الرفيسه، وفي العشيه كذلك قدمنا الفاكهه ديالتنا مع هكا صينيه ديال اتاي، الشاي المغربي طبيعة الحال، وكذلك بعض الحلويات المغربية. كيف ما كتشوفوا هذه هي المائدة الشاي ديالتنا. بالنسبة للفاكهة قدمناها بهذه الطريقة، هذه كيف ما كتشوفوا طريقة اللي هي بسيطة وفي نفس الوقت جميلة. صافي، هذا هو النهار ديالنا ديال يوم العاشوراء. كيف ما شفتوا بعد شاركت معكم بعض الاجواء اللي كتكون في يوم العاشوراء، هكا تعرفوا على الاجواء المغربيه. الفيديو ديالنا وصل نهايه ديالته، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتكونوا هكا تمتعتوا، والى اللقاء الفيديو جديد ان شاء الله.